نبدأ بالحدث يمكن الأبرز دلوقتي على الساحة الرياضية، كرة كأس العالم لكرة اليد وتألق منتخبنا أمام سلوفينيا. أنت لسه بتقول لي اتفرجت على المباراة وما كنتش قادر أتحرك ولا يمين ولا شمال. لا لا لا، مباراة يعني احتبست فيها الأنفاس حتى الثانية الأخيرة، يعني مباراة صعبة جدا، مباراة يعني عاوز أقول تقطيع الهدوم النهاردة. شفنا أحمد الأحمر تقطع التيشيرتات لا، والحكم يعني انا مستغرب برضو، يعني اتقطع تيشيرت احمد الاحمر واتقطع يعني شفايفه اتقطعت او اتفتحت هنا او مناخيره ودم نازل والحاجه ولا مش متقصر. حكم المانيا ده ما اداش حتى يعني ايه على اعتبار هم متعودين طبعا الدوري الالماني دوري قوي طبعا، كره اليد دوري طبعاً. يعني دوري تقيل جدا من الدوريات المميزه في اوروبا، واوروبا هي اللي بتلعب كره يد، يعني لما نجي نقيم في المشهد كله في العالم اوروبا هم اساتذه في صحيح. ويمكن كمان الطيار كان معانا مداخله بيقول لك يمكن احنا سعداء ان احنا كمان بنكسب فرق اوروبيه، يمكن على مستوى كاس العالم اللي فات كان امريكا يعني لما تيجي تقيس افريقيا مثلا تتكلم على طبعا منتخبات مصر تونس الجزائر معاهم انجولا دلوقتي الدول العربيه برضو اتحاد البحرين قطر السعوديه يمكن ما ظهرتش المره دي، يعني مثلا مفاجاه الارجنتين مع كرواتيا مفاجاه، حتى ان مدير فني كرواتيا خلاص اعلن انه خلاص يعني بعد المباراتين انه لما يرجع يستقيل من بسبب طبعا الهزيمه او خروج مفاجاه. لا طبعا مفاجاه غير متوقعه، لكن النهارده عاوز اقول انه برهن المنتخب الوطني على عزيمه والاصرار، وانه ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الرياضه، ما فيش مستحيل طالما في نفس، طالما انت بتقاتل وبتبذل مجهود. كلنا اصيبنا بالاحباط في الشوط الاول بعد انتهاء وفرق 4 أهداف لصالح منتخب سلوفينيا 12-8، والمنتخب كان بعيد في الشوط الثاني، سبحان الله الوضع تغير تماما، تركيز كبير جدا، وكان يعني فرصه قريبه جدا ان احنا ننهي المباراه بالفوز، كان يعني لكن اراده الله طبعا قبل كل شيء، يعني لكن التوفيق تعادلنا تاهلنا، ده الشيء المهم بالنسبه لنا ان احنا من ضمن الثمانيه الكبار، ده خطوه مهمه. البطوله بطوله صعبه، عندنا يعني برضو توالي وضغط المباريات على طول كله على المنتخبات، لكن برضو يعني مش عاوز اقول خبرات، يعني احنا مدينا خبرات. استعدادك للبطوله خلي بالك يا استاذ محمود، استعدادك للبطوله كان في اطار ضيق جدا. لا مش عاوز اقول ايه، انت لم تستطيع في ظل الظروف دي احد كورونا تستعد، والراجل عامل برنامج 36 مباراه طالبهم عشان ياهل المنتخب للمونديال، ما لعبش حاجه أربع مباريات، يعني هو يمكن ايه ظهور المنتخب في مباراه في امم افريقيا في تونس وتاهله برضه لاولمبياد طوكيو كان برضه على فكره كان من المفاجات، لان تونس متمرسه وهي بطله افريقيا 10 مرات، احنا كنا ننتزع اللقب من تونس في ملعبها، فده في حد ذاته كان تحدي وتصميم كبير جدا، وارادة يعني وتوفيق ربنا سبحانه وارادة اللاعبين وقوتهم كانوا حاضرين بقوه. انت النهارده عملت يعني مباراتين مهمين جدا، كسبتهم امام روسيا وبيلاروس، وعملت مباراه كان متوقع، كان متوقع انه سلوفينيا منتخب مش سهل من المتابعه ومن الكلام اللي عليه، عارف انت اللي بتقول ايه سلوفينيا، يعني الناس خايفه وقلقانه. احنا لو انت لاحظت في ادائنا في المباراتين بتوع الدور الثاني كنا دايما بننهي الشوط الاول متقدمين بفرق من 5 إلى 7 أهداف، المفاجاه ان هي فاجاتك، لانه عندهم بصراحه 2 لاعيبه على الدايره رهاب جدا، اللي هو قطع هدوم احمد احمر مرتين، ده عندهم حارس المرمى رهيب، وعندنا احنا حارس مرمى عندنا 2 اسمه عصام الطيار بسم الله ما شاء الله، وكمان كريم هنداوي. لكن عاوز اقول لك ايه، لا في مستوى متطور، يعني مش عاوز مفيش مستحيل، يعني عندنا قدرنا نعمل مباراه كبيره، قدرنا نوصل للدور الثاني، خطوه مهمه جدا. احنا بننتظر حاليا مين اللي هنقابله في الدور الثاني، هو السويد خلاص طبعا، السويد دلوقتي عامل دبل سكور مع روسيا، فاعتقد يعني حظنا هيبقى الدنمارك. وعلى فكره يا جماعه الدنمارك دي دايما كانت طريقنا في الفوز، يعني لما فزنا في 93 كان الدنمارك نقطه في مشوار، في اول بطوله خدنا بطوله عالم 93 الشباب كانت نقطه مهمه جدا، ان احنا بعد حتى في مواجهات منتخبات الشباب والناشئين الدنمارك علامه مميزه في كره طبعاً. اليد في العالم وفي اوروبا بالذات، فاعتقد انه هتبقى مواجهه، الكل بيقول ان الدنمارك ما لعبش لغايه دلوقتي مع منتخب قوي، كل المواجهات بالنسبه لها هنشوف المواجهه هتبقى ايه، عندنا اصرار عندنا عزيمه عندنا فرصه، المباراه بتنتهيش غير مع صفاره الحكم، هنواجه فريق عنده ميزه كبيره جدا في الدفاع وميزه شرسه جدا في الهجوم، هتلاقي الدنمارك يعني بطل العالم. يعني فانت يعني انك تلعب معاه مباراه ومواجهه يعني فيها اصرار،
ده ممكن ان شاء الله يوصلك باذن الله تعالى. مش عاوزين نقول انه هيبقى هي مباراه صعبه، لكن مباراه صعبه مش علينا بس، ومباراه صعبه برضو على منتخب ما فيش